مساء الخير عليكو أحلى جمهورنا. من جديد مع برنامج افتخر بمهنتك، وحشتوني جدا جدا. من أحلى الحلقات النهاردة معانا حلقة متميزة جدا جدا. بنرحب بالأستاذ سيد العدوي، طبعا صاحب التنمية وصاحب مبادرات وصاحب حاجات كتير. طبعا أنا مش عارفة أقدم إيه ولا إيه. ربنا يخليك يا رب. فطبعا انت نورتنا جدا النهارده. ربنا يخليك، ميرسي جدا. ومعانا كمان ضيف تاني، استاذ محمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. ومعانا الضيفه الثالثه، بتول، اهلا وسهلا، منورونا يا فندم. ميرسي. طبعا احنا مش عارفين نرحب بحضرتك ازاي. اكيد. بجد والله انت منور الدنيا. ربنا يخليك. وطبعا منور يا استاذ محمد، منور يا بتول. ميرسي. فهنرجع تاني صاحبتي واختي ترحب بيكم، وبعد كده نرجع الاسئله بتاعتنا. مساء الخير عليكم، وحشتوني جدا من الحلقه اللي فاتت للحلقه دي. ومعانا ضيوف بيتكلموا عن حاجات كتيره قوي في الجمال والفاشن وصحات الموضه واصوات، وبيعلمونا ازاي لو غلطنا في حاجات كتير نصححها ازاي. استاذ سيد العدل، اهلا بيك. ايه سبب فكره المسابقه؟ فكره المسابقه ان احنا بقالنا فتره كبيره جدا ما وصلناش، ما مثلناش مصر على المستوى الدولي فيما يخص مهرجان باريس. فكنا فكرنا طب مين اللي هيطلع، مين اللي هيطلع يمثل مصر على مستوى الحدث دوت. فقلنا ان احنا نعمل مسابقه الناس فيها تتبارى بينهم وبين بعض، بحيث ان احنا نطلع احسن جيل مصفف شعر يمتلك موهبه بيقدر يمارس مهنه على مستوى عالي جدا. ومن المسابقة دي بنبدأ نختار الفريق اللي هيمثل مصر على المستوى الدولي. تمثيل مصر هيتطلب مجهود، هيتطلب بروفات لازم تتعمل، هيتطلب فكرة تقديم الفريق ازاي، هيتطلب موسيقى، هيتطلب لبس، هيتطلب اكسسوار، هيتطلب مجهود جامد جدا، على أساس ان احنا بقالنا 19 سنة ما رحناش فرنسا. فاحنا عايزين لما نوصل للتمثيل ده يبقى احنا عندنا شباب وجيل جديد نقدر ندعمه تدعيم كامل، بحيث ان هو يظهر بالمظهر اللائق لقيمة مصفف الشعر على مستوى العالم. بتقدم حاجة لمصري يعني. استاذ محمد، حضرتك طبعا انا عارفة ان انت مسك الشركة تحت برعاية استاذ محمد، رئيس لجنة التدريب. استاذ سيد، طب احنا ممكن بس تعرف المشاهدين الاول وبعد كده ابدأ سؤالي بقى. تمام. ايه، انا اسمي محمد حلمي، رئيس لجنة التدريب في مؤسسة سيد العدل للتنمية والتدريب. خدت مجموعة دبلومات في مجال الادارة والام بي اي والبرمجة اللغوية العصبية والعلوم الانسانية، بحيث ان احنا وصلنا ان الكارير بتاعنا ده هو 50% منه عامل نفسي بالنسبه للشغل، مش مجرد تكنيك شغل بس. وشغالين طبعا على جزء المسابقه جوه المؤسسه، كانت فكره جميله وفكره اول مره تتعمل. اقسام المسابقه ايه هي؟ اقسام المسابقه موجوده عندنا اربع اقسام موجودين جوه المسابقه. اول قسم، قسم القصر الرجالي، والقصر الحريمي، وقسم السواري، وقسم العروسه او الزفاف. طبعا الاقسام دي احنا مش احنا اللي محددينها، دي معايير دوليه العالم كله ماشي بيها، واحنا بنطبقها هنا في مصر لاول مره المعايير دي بتحصل، اللي هو قسم السواري او قسم العروسه وقسم القصر الرجالي وقسم القصر الحريمي. دي معايير دوليه شغالين بيها في فرنسا وفي دول العالم كلها بالفعل، واحنا هنطبقها هنا في مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نرجع للاستاذه بتقول ايه اهم الاقسام اللي يعني اللي هتبقى جوه جوه الحلقه يعني جوه المؤسسه جوه المسابقه؟ بصي، القسم الحريمي والقسم الرجالي عليهم عامل كبير جدا، والناس لازم تعرف قد ايه احنا لازم نبقى مجتهدين جدا عشان نقدر نمثل مصر بطريقه كويسه. لازم مصر تطلع وشبابنا يطلع ويبقى لنا اسم ويبقى لنا صوت، ولازم مهنتنا كمان تعلى اكتر ونحس ان احنا ناس عامله اسم في الدوله، عامله اسم بره. انا عايزه اسالك سؤال بقى طبعا يعني، وده السؤال ده عليه اقبال فظيع. مواعيد بدايه المسابقه وازاي طريقه الحجز للمسابقه؟ عايزين نعرف المشاهدين، لان في ناس كتير جدا عايزين يتواصلوا مع حضرتك يا استاذ سيد، بس طبعا انا مش عارفين يتواصلوا ازاي، فممكن بس تعرفينا ايه هي طريقه الحجز. فكره ازاي طريقه الحجز؟ معموله على رقم حساب
تمام. تبع البنك فيصل الاسلامي. تمام. دي طريقه الحجز، رقم الحساب بيروح المشترك، يحط ثمن الاشتراك في الحساب. اوكي. وبيصور لنا الايصال اللي هو حط بيه الحساب، وبعد كده بيبعته لنا على رقم استاذ سيد العدوي على الواتساب. تمام. بنقدر نطلع له بقى الكارنيه بتاعه ان هو مشترك معانا في المسابقه. حلو. المسابقه هتبدا ان شاء الله خلال شهر 2. تمام. والحجز مفتوح من دلوقتي. تمام. طيب احنا نرجع لسؤالنا تاني يا استاذ محمد، ناخدكم بقى ايه، احنا فقره ولاد البلد ما بنتكلمش بالشوكه والسكينه، احنا بنتكلم بطبيعتنا. فايه يعني، احنا بنتكلم طبيعي، فمش عايزين الاسئله تبقى رسمي قوي. طبعا احنا عرفنا ميعاد الحجوزات، وعرفنا يعني ايه الناس تتصرف ازاي من ناحيه ان هي تخش تشترك والكلام ده كله، لكن في اماكن ومواعيد ويوم مؤتمرات، ويوم ما يعرفوا مثلا انتوا النهارده عاملين مؤتمر في شركه المبادره، طب الناس دي تعرف من خلال ايه غير تسويق من حلقتنا احنا كبرنامج افتخر بمهنتك، لان طبعا ده الفضل يرجع لحضرتك انت. برنامج افتخر بمهنتك كوافير وافتخر، طبعا دي منذ بدايات حلم الشباب، ثقه بالله نجاح، كوافيرات تجميل من الخ الخ استاذ سيد العدد، ربنا يخليك رب. فانا عايزين نعرف ونقول للشباب للبنات يلا كفايه اعاد على القهاوي، واحنا الكلام ده قلناه قبل كده، احنا بنقول لك يلا من هنا هنبتدي. احنا معانا ناس كبيره جدا، استاذ محمد معانا، عايزين نخش المره دي بتقولنا قوي، عايزين نحس فعلا ان الناس دي لما بتجاهد بتبقى عايزه نحس ان احنا عملنا فرق. استاذ سيد عايزين طبعا نرجع تاني عشان استاذ محمد، نرجع لسؤالنا، تقول ايه للشباب اللي هي لسه قاعده وعامله كده ولسه بتدور على شغل؟ طيب، وده برنامجنا مقدم لهم كل حاجه، احنا فاضل ان احنا نخبط عليهم طبعا. في بس حته صغيره كده، المفروض ان احنا كدوله، الدوله دلوقتي متجهه اتجاه تنميه مجتمع جمهوريه مصر العربيه بالكامل، من طرق، من كباري، من كل حاجة بتعملها الدولة دلوقتي. طيب ما احنا بقى من باب أولى كمصفين شعب نبدأ احنا كمان نبتدي نظهر نفسنا ونحط نفسنا على بداية الطريق، ونقول للناس كلها يا جماعة في المجتمع ده ناس اسمهم مصففي الشعر. دول طبعا مصففي الشعر شاملين المكياج وشاملين كل حاجة، بس بشمل الموضوع ان احنا موجودين اهو، وبنقول للمجتمع احنا موجودين. عملنا يعني كل السنين اللي فاتت دي كلها كنا في حاله ركود، فاحنا بنقول دلوقتي يلا عشان خلاص حان الوقت ان احنا نبدا نشتغل شغل فعلا صحيح، وعلى وباسلوب راقي وباسلوب جميل، ان احنا نظهر نفسنا في المجتمع. دي حاجه. الحاجه الثانيه بس انا عايز بس اوصل ان احنا من سنه 2000 لغايه 2019 احنا ما اشتغلناش، ما عملناش حاجه لبلدنا، فاحنا برضو الحاله دي خدنا ايه، استفدنا ايه منها، حاله الصراعات اللي حاصله بيننا وبين بعض استفدنا منه ايه. انا بقول لكم لو سمحتوا نترك كل ده ونبدا من اول وجديد، ننمي دماغنا شويه، نفوق شويه، ونعمل تعديل للمسار بحيث ان احنا نرجع على المسار الدولي ونبتدي نشتغل صح بطريقه صحيحه. تحياتي لحضرتك جدا. معايا زميلتي، اسالي استاذ محمد سؤال. عايزين نعرف ايه الكورسات اللي هتقدمها في المؤسسه؟ الكورسات اللي احنا شغالين عليها جوه المؤسسه عندنا، احنا شغالين على كل الكورسات في مجال التجميل سواء الرجالي او الحريمي. بالنسبه للكورسات الرجالي شغالين على كورسات الكفاءه المهنيه، لو حد شغال بالفعل في الكارير وعايز يعلي كفاءته في الكارير، او القسم الثاني هو كورسات المبتدئين، الناس اللي عايز تبدا تدخل في المجال. وبالنسبه لكورسات الحريمي شغالين على كورسات القص والصبغه والشنيون والميك اب، بشهادات معتمده من المؤسسه ومعتمده من وزاره التضامن الاجتماعي بالفعل. والمؤسسه يعني دي حاجه حصري، اول مره نصرح بيها ان المؤسسه بالفعل اتعاقدت مع اماكن لتشغيل الشباب فعلا في اجزاء كورسات المبتدئين. تمام. لان احنا لقينا ان في
اي حد بيجي ياخد كورس مبتدئين كان متصور ان هو انا هدخل اخد كورس مبتدئين وهطلع هشتغل وهبقى صاحب مكان واشتغل على كرسي. ايوه انا معايا شهاده بقى. ايوه يقول لك انا معايا شهاده بالظبط. فدي كانت حلقه مفقوده جدا. فاحنا طبعا طول الفتره اللي فاتت دي شغالين بنجاهد في ده لغايه ما الحمد لله قدرنا نعمل تعاقدات بالفعل مع مكان. اول مكان عملنا معاه تعاقد بالنسبه للتدريب الرجالي للمبتدئين. صراحه باسمه طبعا ان شاء الله طبعا. مكان اسمه 7 سكاي ده موجود في المهندسين. ده سنتر رجالي بالفعل حصل معاه تعاقد بحيث ان احنا هنيجي التدريب عندنا وهيتعامل مع اللي هيجي يتدرب عقد تشغيل هتتدرب وهتشتغل علشان نقدر نكمل الحلقه المفقوده. اخدها بس من محمد عشان بس معلش محمد انا اتفضل يا فندم. الجزء بتاع التشغيل ده كان كل الناس لما تيجي تاخد دورات اللي تيجي عشان تشتغل ما بتشتغلش ما بيلاقيش شغل. بيقول لك احنا مدينهم كورسات. على فكره انا كنت لسه مستنيه استاذ محمد يخلص عشان اسالك نفس السؤال. فاحنا فكرنا ودي طبعا فكره الاستاذ محمد. أيوة. ان احنا نتعاقد مع بعض الصالونات وان هو يجي يروح يشتغل في الصالون اللي هو المجال اللي هو اشتغل اللي اتدرب فيه. الحاجه الثانيه ان احنا عاملين تعاقد مثلا على مدار سنه في 3 شهور اولانيين المتسابق ما بياخدش فيه فلوس او المتدرب ما بياخدش فيه فلوس على اساس ان ايه ان صاحب المحل هيقبله ليه صح فهيقبله في حاله ان هو مش هيقدر يدفع له فلوس بدل ما ياخد كورسات. ايوه ويبقى معاه شهاده وخلاص وقاعد بيها ومش عارف يعمل حاجه. ايوه بيتدرب عملي. الثلاث شهور التانيين بياخد نص مبلغ يعني نص المهيه. الثلاث شهور الست شهور اللي في اخر العقد بيشتغل بمهيه كامله وبعد العقد ده بامكانه ان هو بقى يروح يشتغل في اي مكان تاني زي ما هو عايز. يعني حضرتك هتعمل تصريحة عقد ان هو يشتغل في اي في اي محل. حاجه حلوه جدا. ايه بقى اتكلم اقول ايه بقى مش عارفين نقول لكم ايه. حلقتي ولاد البلد دول اقول ايه تاني انا يعني مش فاهمه. يعني ده في ناس بتاخد كورسات وبتاخد حاجات ويبقى معاها شهادات وما بتشتغلش ويقول لك مثلا ينزلوها لك يقول لك مثلا عامل لك صفحه وعامل لك حاجه على الفيسبوك بيبقى الموضوع خلاص. كمل سؤال حضرتك هتشغلهم يعني. معلش طبعا بالنسبه للكورسات كان بيتكلم في نقطه فعلا مهمه جدا. ناس كتير دخلت خدوا كورسات وكورسات مبتدئين كل الصوره الذهنيه اللي عندهم انا هخلص الكورس ده هاخده في شهر او في شهرين انا مجرد ما اخلص واطلع هبقى واقف وشغال وباخد مرتب بحد بروفيشنال. طبعا الصوره دي مش كامله. الصوره دي مش كامله. لازم تتدرب تدريب عملي. اي دوله في العالم الكورسات بتاع التجميل بتاعتنا دي مينيمم بتاخد 6 شهور. صح. احنا عندنا عشان تدخل مبتدئ اوكي انت هتتدرب معانا شهر هندربك الاساسيات بس هندخلك جوه المحيط العملي عشان لما تاخد التريننج بتاعك وتبدا تشتغل بعد كده يبقى انت متعود على الشغل عارف اللي عارف الشغل عامل بيبقى عامل ازاي. ده بالنسبه للكورسات. احنا شغالين في العقود دي بالنسبه للكورسات الرجالي والحريمي وده حصري اول مره نقوله قبل ما نبدا نصرح بيه على صفحات المؤسسه. اللي البرنامج هنا ده حصري اول مره يطلع مننا. شرفتونا جدا جدا. طب معلش طبعا انا بتقول انا عايزه اسالك اخر سؤال. طبعا الوقت بيجري جدا معاكم واحنا لسه محتاجين مش حلقه واحده كتير عشان طبعا نبقى مستفيدين اكتر والمشاهدين معانا. طبعا انا عايزه اعرف ايه فكره المتسابقين اللي بيخش جوه المسابقه. اجابه سريعه وعايزه ايه عشان برضو دي لسه مسؤوله اللي دلوقتي. فكره المتسابقين اللي هيخش جوه المسابقه هو هيخش اولا هيستفاد هيعلم من اسمه هيقدم حاجه لبلده طبعا هيعلم التارجت بتاعه بتاع شغله هيبقى قدام ربنا هو حاول ينجح حتى لو ما نجحش وان نجح دي حاجه برده هتشرفه كمان لما هيطلع بره هيمثل مصر هيمثل قد ايه احنا بنتعب جوه البلد وقد ايه احنا بنحاول نعمل حاجه كويسه جوه بلدنا وقد ايه بنرفع باسمنا بره. احنا برضو على كلام استاذي سيد العدوي من سنه 2000 ما حصلش ده فاحنا ده حاجه كده قنبله عندنا كده في الوطن. طبعا يعني شرفنا كلنا ينفع يشتغلوا بيها بره مصر بس حابين فعلا ان احنا فعلا يبقى لنا اسم وتاريخ ابتدى من جديد يعني الفتره اللي وقعت هنعوضها. بس في مفاجات على فكره حلوه جدا واللي اتعمل ده عشان حضرتك تثبت ان فعلا في نجاح. انا في ناس طبعا مش هينفع اذكر اسمها لاني قالت لي ما ينفعش في الحلقه عايزين يبقوا في دعم بالنسبه لهم وناس كبيره جدا وتخش في المؤسسه بتاعت حضرتك توافق ولا ترفض. انا طبعا اي حد هيضيف لمهنه مش للمؤسسه لمهنه فن تصفيف الشعر انا اشيله فوق دماغي.
المؤسسة مجرد ان هي كيان قانوني احنا بنشتغل فيه عشان نبقى ماشيين في المسار السليم، ما نبقاش بنعمل اخطاء او غلط في فيما يخص سواء كان في حفلات او سواء في تدريب او سواء في شهادة. كل الكلام ده كله احنا مش عايزين، احنا واخدين المؤسسة كداعم لينا على اساس ان المؤسسة دي فيها برضو مكتبة فيديو فيها. بصي انا بيجي كان بيجي لي زمان احدث قصات واحدث كنت بتفرج عليها لوحدي، لكن النهارده احنا موجودين في شاشه كبيره. الشاشه ديت حتى لو احنا في بتاع ده حفله في بره خارج مصر احنا ممكن نشوفها على الشاشه عندنا في المؤسسه. لو في محاضره في خارج مصر احنا ممكن نشوفها على 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 الشاشه في المؤسسه. عايز تتفرج على احدث خطوط الموضه تعالى مؤسسه السيده عادل تتفرج عليه. طبعا. وفي مشروع مهم جدا 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 احنا شغالين عليه، مشروع المؤتمر. احنا شغالين على المؤتمر العلمي الاول للوقايه من مخاطر مهنه التجميل. احنا اتجهنا اتجاه تاني خالص كمان، ان احنا نبدا نهتم بالناس اللي شغاله جوه الكارير بتاعنا. احنا شغلنا ما فيش بضاعه احنا بنبيعها، احنا راس مالنا هو جسمنا. المؤتمر ده بيهتم بالجزء ده جدا، بحيث ان احنا معانا اكبر دكاتره في العلاج الطبيعي وفي ودكاتره الجلديه، لان احنا بنقابل حاجات كتير قوي. دي ده فخر لينا وفخر لاي شاب، ان شركات سيد العدوي ومبادرات سيد العدوي ومع حضرتك ومع طبعا نبتون، يعني دي حاجه بصراحه مشرفه لشبابنا ولمصر. وانا نفسي طبعا نقعد اكتر من كده. بس لا، واستاذ سيد العدوي كمان قال ان الشهادات ينفع يشتغلوا بيها بره مصر مش جوه مصر بس، يعني ده طبعا حاجه حلوه طبعاً. جدا كمان المؤتمر ده معاده يوم الاثنين اللي جاي في مركز التعليم المدني في الجزيره. ايوه في الجزيره. ممكن تعيد تاني معلش المؤتمر امتى؟ المؤتمر يوم الاثنين اللي جاي في مركز التعليم المدني في الجزيره. تمام. المؤتمر ده مهم جدا، مهم جدا للناس اللي شغاله في الكارير. مهم جدا للناس اللي شغاله في الكارير، لان احنا مش بنبيع بضاعه، احنا راس مالنا هو جسمنا. فاهداف المؤتمر ده ان انت تتعلم انت ازاي تحافظ على جسمك، لان هو ده راس مالك، يقدر كل ما يقعد معاك فتره كبيره في حياتك وفي عمرك، فانت بتقدر ان انت يبقى ليك راس مال اكتر في عدد سنين في عمرك. المؤتمر ده مهم جدا لكل الناس اللي شغاله في الكارير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله نحضره كلنا عشان نستفيد. اكيد كل في المبادره اكيد معانا. ده تكريم بسيط جدا. خليك ميرسي جدا من برنامج افتخر بمهنتك. طبعا ده الفضل يرجع لحضرتك طبعا. استاذ محمد شرفتنا، بتون شرفتيني جدا. وطبعا انا يا جماعه كنت نفسي ان احنا بجد الوقت معانا سريع جدا. نلقاكم، استنوا ما تروحوش في حته، جايين على طول. شكرا. تعالوا.